لم يشهد نهر ديالى ومنذ سنوات طويلة ارتفاعا في مناسيب مياهه مثل ما شهده الآن بسبب الإطلاقات الواردة من بحيرة حمرين فضلا عن الأمطار الغزيرة، ما يشكل خطرا على أغلب أحياء معقوبة. مديرية الموارد المائية اتخذت إجراءات احترازية من خلال عمليات كري النهر وتنظيفه، أما السلطات المحلية في معقوبة فقامت بإبلاغ المخاطر لغرض تحذير العوائل في الأحياء القريبة. أطلقنا في نهر ديالى تصاريف تقدر بالمئتين متر مكعب، وهذا نهر ديالى صار له سنوات طويلة لم يمر عليه هكذا تصاريف. طبعا هذه التصاريف جرفت إن أكثر كمية من القصب ومن الأدغال اللي مشمورة بالنهر. بدورنا كإدارة محلية تم تبليغ مختار المنطقة بإعطاء علم لهؤلاء المواطنين كاتخاذ جانب الحيطة والحذر في حال حدوث أي طارئ لا سمح الله. الأمطار الغزيرة ألحقت الضرر بأغلب أحياء معقوبة والخالص والمقدادية وبلد روز وخانقين. هنا في حي التحرير مركز المحافظة تبدو الأوضاع بهذه الصورة البائسة. هاي بيوت هذا النيتشه كلهم شالوا، وهسه المي طايب بالبيوت هاي السنة كلها. واحنا هسه هاي الوضعيه هسه بهاي المطره، هاي مطره خفيفه غرقت العالم، وشوارعنا على اساس صب سووا لنا صب وارصفه ومجاري ماكو. هاي المحله 305، هاي المعاناه قبل يعني قبل اشهر قبل المطره هاي. زين سبب المجاري اللي طافحه 24 ساعه زين وماكو ادامه الها. ورغم واجباتهم الأمنية لكن قوات الشرطة شاركت بأعمال خدمية لتصريف المياه التي حاصرت أغلب المدارس. المدرسة تعرضت للفيضان، دخل الماء إلى داخل المدرسة، ما حد ما استجاب لنا. القوات الأمن بالاتصال مع الفوج ومشكورين طبعا جابونا السيارات وبدأوا يسحبون الماء من داخل المدرسة ومن الخارج. من مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، هادي العنبقي، الحرة.